عافيت، واهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفل نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار جدا ملحق. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من ينفرك. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد في القرآن ولك الحمد في الإيمان ولك الحمد في المال والأهل والمعافاة كبدت عدونا وضربت أمننا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قسمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا أسيرا إلا فككته ولا عقيما إلا رزقته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا غفرت ذنوبنا وهديت شبابنا واصلحت بناتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا في هذا الشهر الكريم. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأقاربنا ومن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا يا عزيز يا كريم. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.